اهلا وسهلا بكم مشاهدي متابعي قناه شوف تي في فضل الخبر العاجل والمباشر. اعلنت وزاره الصحه قبل قليل من صباح يومه السبت عن احدث حصيله للمصابين بجائحه فيروس كورونا بالمملكه والتي وصلت الى 15464 حاله بزياده 136 حاله جديده، وسجلت حاله وفاه واحده منذ الساعه 6 من مساء امس الجمعه، ليرتفع عدد الوفيات بالمملكه الى 244 حاله وفاه، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 11827 متعافيا، اي بزياده 68 متعافيا عن حصيله يوم امس. وبخصوص الحالات المستبعده فقد بلغت 840350 حاله بعد خضوعها للتحليلات المخبرية في إطار عمليات الرصد الوبائي الذي تبشره وزارة الصحة منذ انتشار وباء كورونا بالمغرب في الثاني من مارس الماضية. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية. فالله يبعد علينا الوباء ونلزم الحذر ومزيدا من الحيطة والحذر. شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.